السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكونوا متابعين الفيديوهات، أتمنى إن كانت الفيديو اللي فاتت مفيدة، ساعدت الناس اللي ذاكرت سي سي إن بي سويتشنج، كانت حابة تسوليديفاي النولج بتاعتها وتقوي البيس نولج، عنده إكسبيرينس في توبكس تركية أدفانسد بالنسبة لمستوى سي سي إن بي، لكن بعيدًا عن الكورسات ويبقى أوريدي شخص فاهم كويس جدًا، يقدر يرد على أي حد يقدر في مرحلة الترابل شوتينج، يقدر يفكر كويس. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن تكمله الورك بوك. كنا وقفنا المره اللي فاتت عند المالتيبل سبانينج تري ورابيد سبانينج تري، واتكلمنا ازاي الام اس تي اداني ادفانتج كتيره، ما تجمع ما بين المميزات الموجوده في الكيرفيلان سبانينج تري والكومن سبانينج تري، ازاي قدرنا نعمل معادله البرفورمانس ونفس الداتا بول بتاعتنا ونوفر في البروسيسنج على اتش ديفايسز وبي بلس كمان على الديستريبيوشن ديفايس. هنتكلم النهارده بقى عن شويه فيتشرز كده ورا بعضها، هي مهمه ومستخدمه، مش هقول ان هي مش مستخدمه، انما نسبه استخدامها تقل من مكان لمكان من ديزاين لديزاين. خلينا نتكلم ان عندي سيناريو اسمه بروتكتيف كودز. قبل ما اقول لك ايه هي البروتكتيف كودز، اقرا التاسك وهتقدر تقدر تفهم السيناريو اللي هو عايز يتكلم فيه. بيقول لي كرييت نيو سويتش فيرجوال انترفيس لفيلان 22 على سويتش 2، يعني سويتش 2 هكريت اس في اي هنا للفيلان، اوكي شيء عادي جدا، ونديله اي بي ادرس من الرينج ده 1 لان هو اوريدي في الرينج ده 192 10 1 رقم 1، وهو عايز يديله دوت 8. كونفيجر بورت بروتكشن على سويتش 2 بحيث ان راوتر 2 باك بون 2 وراوتر 2 كانوت كوميونيكيت وذ ايتش اذر، ما يقدروش يتكلموا مع بعض، بس يقدروا يعملوا كوميونيكيت مع السويتش فيرجوال انترفيس اللي احنا كريتناه هنا دوت 8. مش حاسس كده، مش حاسس ان دي برايفت فيلان، ان يبقى معايا اثنين في نفس الراجل ده في فيلان 22 والراجل ده في فيلان 22. الطريقه الوحيده انك كنت تمنع اثنين في نفس الفيلان ان هم يكلموا بعض، انما يكلموا ماستر بورت مثلا، ان هي كانت فيلان الكوميونتي بورت والبروميسكيوس بورت، لسه هنتكلم عن جزء البرايفت فيلان قدام شويه. انما الجزئيه بقى البروتكتد بورت دي فيتشر جديده، يعني هي قبل البرايفت دي لان كانت بتديني نفس الميزه اللي بتديني برايفت دي لان اقدر اقول مثلا زي تعرف ان البورت لو هو بروتكتد ما يتكلمش مع بورت بروتكتد تاني، يعني انا جيت قلت ان 0 على 2 بروتكتد بورت و0 على 0 بروتكتد بورت، ايفن ان هم كانوا في نفس الفيلان ما يقدروش يتكلموا مع بعض، انما يقدروا يتكلموا مع اي بورت تاني لو في راوتنج يوديه خلاص احد الانترفيس الثانيه اللي هو دي انترفيس سويتش فيرجوال انترفيس اللي هكريته هنا. نفس فكره البرايفت دي لان بعمل بروتكتد بورت ازاي، بتخش على الانترفيس 0 على 0 تقول له سويتش بورت بروتكتد، يعني جاست وان كوماند يو كان، يعني جينا هنا اي دونت ثينك ان الاي او بتسبورت حاجه زي كده انترفيس سويتش 2 انترفيس ايثرنت 0 على 0 مثلا سويتش بورت اي دونت ثينك ان في بروتكتد، مفيش بروتكتد، ممكن تكون هيدن كوماند ما اوريدي كمان مش موجوده، هو ده الكوماند اللي بتقول عليه بروتكتد. وانس انك تعمل الانترفيس ده بروتكتد والانترفيس الثاني بروتكتد، لو جيت تعمل بينج من هنا مش هيدنج على هنا، انما تقدر تبينج على السويتش فيرجوال انترفيس عادي وبينج من هنا على السويتش فيرجوال انترفيس، هو ده الكونسبت بروتكشن. طيب نكمل مع بعض التاسك بتاعنا. طلب مني فيتشر ثانيه اسمها ستورم كنترول. ستورم كنترول هي فيتشر بتليمت الترافيك على الانترفيس، يعني يمكن انك تيجي على انترفيس هنا مثلا تقول الانترفيس ده اليونيكاست ترافيك اللي يجي عندي على الانترفيس ده لو ريت ليميت خلاص، وليكن مثلا تقدر تقول عليها باكيت بير سكند، يعني تقدر تقول اليونيكاست عندي الماكسيمم ريت ليميت عندي هنا 10000 باكيت بير سكند، يمكن انك تحط ريت بيتس بير سكند خلاص، يمكن انك تحط ريت ليميت بناء على فاليو من الباندلز برسنتج، يعني اقدر اقول له 10% من ايه؟ من كوماند باندلز الكونفيجرد على الانترفيس. جاست مور كنترول على الترافيك، يعني الكوماند اي دونت ثينك برضه ان هو سبورتد ستورم كنترول، يعني الكوماند بيتحط ستورم كنترول سوري من غير اي ثينك ان هي من غير داش ستورم كنترول. تقدر تقول له بقى انت عايزها يونيكاست هنا، وتقدر تقول له مكان اليونيكاست برودكاست، وتقدر تقول له برضو استلم ممكن الكوماند كان كده، خلينا نذكر الكوماند كان جايب تكست كده هنا ستور كنترول طبعا تحت الانترفيس يونيكاست، نقدر نحط اليونيكاست دي في كده
يونيكاست، يعني تقدر تختار اوبشن من هنا برودكاست ليفل. بعد كلمة ليفل هنا تبدأ تحط اي ثينك يا اما باكيت بير سكند، يا اما بيتس بير سكند، يا اما البرسنتج بقى اللي هتحطها في المتر. ماشي، طبعا بتحط الرقم بس مش بس مش علامه البرسنتج. اوكي، هو ده كوماند اليونيكاست سوري الستورم كنترول على مستوى الانترفيس. هو انا بقول لي كونفيجر سويتش واحد انه يليمت اليونيكاست ترافيك على الراوتر واحد، يعني على الانترفيس اللي رايح راوتر واحد لميت باكيت بير سكند. وبالنسبه للترافيك البودكاست على راوتر 6 ل 10 ميجا بير سكند. طبعا عشان اعملها 10 ميجا بير سكند قلت لك الانترفيس بياخدها بيتس بير سكند، فدي تبقى مليون 10 مليون كمان. اوكي، سويتش واحد هيليمت البرودكاست ترافيك بناء على برسنتج من الانترفيس اللي كان محطوطه بعد الكوماند ليفل على طول. سبورت تبقى يو سبورت على الهاردوير الريل هاردوير. اوكي، نيجي للتاسك اللي بعد كده بيقول لي انشور ريتشبيلتي اللي في 146 1 و 4 و 6 شايفين بعض. خلينا نتست الكونكتيفيتي كده، قلت له بينج على 155 1 1 4 6 دوت 4، افترض ان اشوف 4 عادي. اوكي شايف 4 بس ما ادري في كده اشوف 6 لان السب انترفيس معمول. اه معمول، خليني اتشيك كده اعمل على 6 ولا لا. ستة، خلينا نريفيو الماتريك لينك كده. ستة مش قادر اوصل له ليه؟ لان راوتر ستة لو قلنا عليه شو اي بي سوري دي كونفجريشن. خلينا ناخد كابي كده من الكونفجريشن. كابي ناخدها أظن خلينا احنا سيف راوتر 6 مش هنقدر ناخدها كابي كان في انترفيس ايثرنت 0 على 0 كوميرشال داون انترفيس ايثرنت 0 على 0 1 4 6 ده اللي يهمنا دلوقتي. انكابسوليشن 12146 اي بي ادرس. مش عايز حد تاني، خليني اعرف واحد انشي تاني. هنفضل بس الكونفرجنس ان هو يكون ده تقريبا كونفرجنس سبيننج تري عادي. اوكي، احنا كنا ممكن نعمل بوك فاست هناك يعني على سويتش 2 انترفيس ايثرنت 1 على 2 سويتش بورد سوري سبيننج تري بوك فاست برانك كده البنج المفروض يبقى شغال. هو جاب باكت وضيع الباقي 12 6. اوكي سويتش 2 نروح عند راوتر 6 نفسه دو بينج على 155 1 1 4 6 1. تمام، تست على 4 كده. 6 عنده مشكلة عند سويتش 2، خليني أعمل شوت داون للإنترفيس. أصلا الكومنت ده عامة في الـ IOU بيرخم الدنيا شوية. خليني أشوت داون مرة تانية. شو سبيننج تري بي لان 6 اتش سيك على 4. اي ثينك ان في مشكله برضه في الويب بيج. خلينا نقول سبيننج تري ام اس تي 1 روت نقول له برايورتي 0 ام اس تي 2 برضه مع ان مش مستخدم هنا لازم يكون سويتش بعض الشو سبيننج تري بي لان 6 شايف عدت على 0. اوكي سويتش 2 شايف على شايف الروت بيج على 2 على 0. المفترض ان
دي مشكله في الاي او يو، يعني احنا خلينا نكمل الشغل بتاعنا عادي وطالب التاسك. configure static كيم انتري على سويتش 4، طبعا هلعب في الماك ادرس تيبل كيم انتري بحيث ان الفريمز اللي راحه للماك ادرس بتاع راوتر 4 كونكتد على الى 146، يعني بيتكلم على الماك ادرس بتاع اللينك بتاع الانترفيس ده كونكتد هنا. الترافيك اللي رايح للكلام ده يبقى دروب، يعني ازاي تعمل حاجه زي كده. طبعا انا مش عايز فلتريشن، يمكن انك تفلتر الترافيك بس انا مش هستخدم فلتريشن. انا يمكن انك تعمل زي كده في الاي بي لاير 3 في الاي او اس في الراوتر، يمكن انك تعمل روت تو نال، يمكن انا احط ستاتيك انتري هنا على سويتش 4 روت الترافيك ده تو نال الماك ادرس، يعني اجي على سويتش 4 كده واجي اقول له ماك ادرس تيبل ستاتيك، احط الماك ادرس بتاع راوتر 4، راوتر 4 ده الانترفيس بتاعه 0 على 1، شو انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1، مش فاست ده هو ايثرنت، اخد الماك ادرس بتاعه كابي، اروح عند سويتش 4 احط الماك ادرس كده، احط على في لان كام، هو ده في لان 146 انترفيس. I don't think إن هي سبورت هنا إيثر إيثرنت 1 على 0، مفيش null بدل كلمة interface هنا المفترض إن في كلمة null، تمام؟ يعني دي already مظبوط الحاجة دي، بس هي already مش سبورت على ال IOU، فأنت بتراوت الكلام ده to null. خليني أبص هنا كده مفيش، مفيش حتى إن أنا أراوت الكلام ده إيه to null. ده بالنسبة لي للتاسك اللي هو كان طلبه. طيب بيقول لي بعد كده كونفيجر ستاتيك ماك، طبعا كده هقدر واحد وستة هيكلموا بعض عادي مفيش مشكلة، انا مش هقدر يوصلوا أربعة لأن راوت سويتش أربعة مش هيراوت الترافيك بتاعه، سوري مش هيسويتش الترافيك بتاعه عشان نبقى متفقين في الكلام. ستاتيك ماك انتري على راوتر 6 كونكشن تو فيلان 146، يعني بيتكلم على الكونكشن اللي هنا لراوتر 6 146 بالماك ادرس طبعا تو فيلان 146، بحيث انك تتاكد انه ما يقدرش يعمل رومنج ان هو يبدا يتجول وايه ويبدا يدوس على انترفيس تاني، فتبدا تعمل ستاتيك ماك ادرس على الانترفيس دوت بالفي لان، يعني تقول له ستاتيك سوري ماك ادرس تيبل ستاتيك الماك ادرس بتاع الراجل ده على الانترفيس ده على في لان كذا، خلاص هو لو اتحرك على انترفيس تاني مش هيقدر ياكسس لان في ستاتيك انتري بت اوفر رايد الدايناميك. اوكي في السم اسبان هي سويتش بورت انلايزر، طبعا عارفينها كلنا من سي سي ام بي تي شوت ده موجود في تراك ترابل شوتنج. سويتش بورت انلايزر هي انلايزر هي عباره عن ترافيك ريدايركشن عشان ابدا انلايز الترافيك، يعني على سبيل المثال زي مثلا انا عايز اقول ان الترافيك اللي يجي من هنا كانسل، الناس اللي هنا دي كلها كده خلاص، انا عايز مثلا زي الباك بون ترافيك الراوتر ده مثلا، بلاش الدنيا هنا فيها خبيط، راوتر واحد بيسند ترافيك وبيريسيف ترافيك، انا عايز كل الناس ولكن ده كان بيخرج الناس للانترنت، انا عايز كل الترافيك اللي يروح للانترفيس دون يبدا يحصل له ريدايركت اللي هو في اتجاه الاوت باوند، ركز معايا في اتجاه الاوت باوند ان الاسبان ليه علاقه بتراك بجزء الاوت باوند، هبدا اقول له ريدايركت ترافيك من على 0 على 1 خلاص، وليكن مثلا انا هركب هنا ماشين خاصة انها تعمل انلايزنج، وليكن هنا واير شارك يكفي بس لو انت عندك واير شارك هنا، فهبدا اعمل سيشن بتعمل ايه؟ اسمها مونيتور سيشن، يعني الكونفجريشن بتبقى بالمنظر ده، تبدا تخش على سويتش واحد تقول له مونيتور سيشن نمبر 1، السيشن بتاعتك نمبر 1 يعني السورس انترفيس هتبقى 0 على 1، وبعد كده مونيتور سيشن نمبر 1 الديستنيشن انترفيس هتكون 0 على 9 مثلا، خلاص يبقى كده الترافيك اللي هيجي اللي هيبدا يجي هنا جاي هنا كده خارج على الانترفيس ده هيبدا يتعمل له ريدايركت هنا. ركز معايا في نقطة بقى كمان لأن أنا قايلها في الكويتشن، بيقول لي كونفيجر سويتش 1 بحيث إن الترافيك اللي ترانزيت في لان 146 يتعمل له دايركت في سويتش 1، هو حتى بيتكلم على نفس اللي إحنا عايزينه اللي ترانزيت في لان 146 يتعمل له دايركت على بورت 24، هنفترض إن إحنا قاعدين هنا على بورت 24، بس في نقطة كمان بيقول لك كونفيجر سويتش 4 سويتش 4 so that the traffic coming from and going to R4 الترافيك داخل راوتر 4 وخارج منه يتعمل له ريدايركتد لهوست لوكيتد على بورت 24، ده الترافيك اللي هو في الانباوند و
الاوت باوند انا بريدايركت، هو انا هحدد هنا اقول له انباوند وايه واوت باوند، خلاص التو دايركشن يتعمل لهم ريدايركشن يعني للبورت 24، بس الترافيك اللي يجي على الانترفيس في الانباوند ماشي يحصل بايه اللي هو انيشيتد من السورس. يعني نبص على الرسمه هنا الديفولت بتاع الانترفيس ده انا هيريدايركت الترافيك اللي جاي من اني رايح لاني، فكده هيخرج على التي اكس هنا، ده اسمه كده اوت باوند صح، مش اللي راح لاني ده وليكن الانترنت له ريبلاي السورس بتاعه اني وجاي على الانباوند هنا هيريدايركت برضه لمين؟ ل 24 تمام. طيب مش وارد جدا ار 4 ده الماشين اللي بتعمل اناليسيس دي بتجنريت ترافيك مثلا وليكن اس ام بي ترافيك وات ايفر يعني، او مثلا بتشارك في النتورك، فالانباوند الترافيك بتاعها ليه هتبعته هي اللي بتجنريت ترافيك، وهيبدا يدخل الانترفيس ده باي ديفولت البورت اللي اتعمل عليه ريدايركشن او سبان كونفيجريشن اسمها سبان سويتش بورت الايزر، الترافيك ده بيتعمل له دروب. ففي اخر الكومنت تقول له في الاخر كلمه انجريس، دي الانجريس كده يعني الترافيك بقى اللي يجي في الانباوند هنا انيشيتد او جنريتد بالهوست ده يجي في فيلان مثلا، تحط فيلان انت عايزها والراجل ده فيلان 146 يبقى 146 عادي مفيش مشكله. اي ثينك ان هي سبورتد على جي ان اس 3، خليني اجيب سويتش كده ونتست على الموضوع. enable .conf.t هبدأ أقول له monitor okay supported monitor session number session يعني عندي source هيكون source بتاعي interface ولا VLAN interface وليكن fast ethernet 1/1 خلاص كده. لو أنت عايز تحط interfaces فأنا أقول ده source بتاعي، بعد كده أبدأ أقول له monitor session 1 destination interface وليكن هيدايركت على 1/8 مثلا. هنا بقى في الاخير بيبقى عندي كلمه انجريس، الترافيك بقى اللي هيبدا يجي عندي في الريدايركت بقى الترافيك اللي احنا اتفقنا عليه يبقى انيشيت باليوزر ده، هقول له انجريس في الاخر كده انجريس الدي لان هو عايز يدخل فيها، اقول له انجريس مثلا وليكن دي لان 10 مثلا. اوكي ذاتس ات بالنسبه لجزء ايه الكونفجريشن خاصه بالمونيتور سيشن. طبعا لازم تكون عارف ان عمليه السورس او الترافيك بتاعك قصه الريدايركشن هياخد انباوند ولا اوت باوند. دي انا اوريدي لو انت جيت تو سيشن 1 سورس انترفيس فاست 0/1 عايز الترافيك الدرايف الترافيك ده عايز الار اكس ولا تي اكس ولا بورت، هو باي ديفولت هياخد الاوت باوند طبعا اختلافا من اي اس لاي اس ممكن يكون اي اس في اي بورت. اوكي طيب وبقى مره ثانيه خلاص عرفنا جزئيه الانجرس، يبقى ده كل ما يتعلق بجزئيه الاسبان. الاسبان ليها علاقه ان انت تقدر تعمل او ليها ليميتيشن ان انت تقدر تريدايركت ترافيك اونلي على نفس السويتش، يعني انت هتريدايركت من البورت ده للبورت ده او من البورت ده للبورت ده. اوكي ففي الحاله دي تكون عارف كويس قوي ان الانترفيس اللي بتاخد من عليه يكون الانترفيس يكون الاثنين اللي انت بتكابشر من عليه وبتريدايركت عليه على نفس السويتش. انما لو عايز فيتشر بقى ادفانسد اكتر من كده يمكن انت تستخدم ار سبان ريموت سبان. خلينا نفتح التوبولوجي الجديده هشرحها لان هي التاسك اللي بعدها على طول. لو بصيت هنا هتلاقي ان التاسك اللي بعده بيتكلم في ريموت سبان. ريموت سبان عباره عن انت عايز تريدايركت ترافيك مثلا من على البورت اللي هو 0/0 والبورت انلايزر الماشين النتورك مانجمنت سيستم قاعده هنا مثلا خلاص، فانت محتاج انك تاخد الترافيك من على 0/0 محتاج ان انت ترميه على الترانك لينك دي كده لحد ما توصل للراجل ده وترميه هنا عن طريق ان احنا بنستخدم فيلان جديده التايب بتاعها اسمها ريموت سبان، يعني بخش على السويتش اكاري فيلان اسمها ريموت سبان، يعني زي مثلا مخصص فيلان 500 ان هي تكون سبان، يبقى هاجي اقول هنا فيلان 500 وتحتها بقوم كاتب كونفجريشن كوماند يقول ريموت سبان كده خلاص انت عملت كونفجريشن للفيلان دي هي ريموت سبان. لما تيجي تكريت المونيتور سيشن هتكون المونيتور سيشن السورس هيكون 0/0 والديستنيشن هيكون مين؟ الفيلان 500 وال 500 دي الاوت على الترانك دي الترافيك هيوصل لحد السويتش ده. هنا لما اجي اكونفجر بقى مونيتور سيشن هالمونيتور سيشن هيبقى السورس بتاعي فيلان 500 والديستنيشن هيكون الانترفيس ده
ذات صعيد. هو ده ايه جزء الار سبان، ان هي بتسكيل على مالتي يعني، او بتسبان على اكتر من سويتش. فده الفرق بين سبان وار سبان. طبعا عندي اي ار سبان انكابسوليتد ريموت سبان، دي عباره عن انا بقوم جي ار اي تانل، ان انا ببعت الترافيك بره النتورك انكابسوليتد. يعني زي مثلا لو انت جيت قلت ان الماشين اللي بتعمل اناليسيس قاعده هنا كده بي سي اهو كده، طبعا بعد سويتش ممكن ده يكون في سايت تاني، فانا محتاج ان الترافيك يتعمل له ايه انكابسوليت جوه التانل هنا، لان انا بعد مثلا سي على اي اس بي، فهنا هيتعمل له انكابسوليت يخش نورمال اي بي هيدر عادي يتراوت لحد الراجل اللي هنا. طيب دي كده الاسبان دي انواع. نرجع مره تانية خلاص فهمنا الجزء. طبعا هو انا قال لك كونفيجر في 500 اي سبان، والسورس بتاعك هيكون ار سبان في لان، والديستنيشن يكون البورت اللي انت عايزه. السيناريو اللي بعد كده او التاسك اللي بعد كده بيقول فويس في لان، ده له علاقه شويه بجزء الكواليتي اوف سيرفيس، لكن خلينا نقول هو سهل وبسيط برضه. نفس الناس اللي كانت في سي سي ان بي سويتش هتعرف جزء الفويس في لان. احنا عارفين ان في جزء الفويس، خليني افتح بقى هنا واحده جديده مش هتفرق معانا، يبقى عندي سويتش بالمنظر ده ومطلع اللينكه بتاعته لاي بي فون. خليني ارسم الاي بي فون بالاحمر، ده الفون، وطالع من الاي بي فون لينكه ثانيه واصله للبي سي، ده كده بي سي تمام. ده شغل الفويس اوفر اي بي. يبقى الفون دلوقتي عنده تو بورت، على بورت هنا وبورت هنا. يبقى الاي بي فون دلوقتي بيأكت از ميني سويتش خلاص. دلوقتي احنا يهمني جدا ان اللينكه ديت في الاخير هتشيل ايه؟ هتشيل فويس وهتشيل داتا صح؟ فويس ترافيك خارج من الفون والداتا ترافيك اللي هي جايه بتاعت البي سي. طيب لما نيجي نأساين البورت ده هنحطه في فيلان كام؟ لازم اسيبريت الفويس عن الفيلان. فاحد الطرق طبعا عشان تفصل الفويس عن الداتا، تفصلهم ده فيلان وده فيلان ثانيه، هي اتنين على نفس البورت ليها اربع اوبشن عشان تعمل حاجه زي كده. عندي ايه فور اوبشن. اول اوبشن ان انت تكونفيجر ستريكتلي كونفيجر فويس في لان وديتا في لان، والسويتش بورت هيكون اكسس، يبقى الانترفيس هيكون اكسس خلاص. هنحط اوبشن 1 جدا يعني، خلينا نجيب تكستايه كده عشان نقدر نكونفيجر حاجه زي كده، ونجيب الرسمه مره ثانيه. اوبشن 1 ان انا هاجي على ولكن هنختار ان الانترفيس اوبشن، خلينا حتى نجيب الفونت يكون اكبر شويه. يكون بولد. اوكي. اقول له انترفيس وليكن بس يسمي 0 على 0. ده اوبشن 1 يعني، خلينا حتى نجيب كده. اوبشن 1. الانترفيس هيكون كده. هبدا اقول له سويتش بورت مود اكسس عادي خالص خلاص. يبقى انا كده عملت الانترفيس ايه اكسس، واقول له سويتش بورت اكسس في لان 10. يبقى كده ايه دي بتساوي ان الداتا اون في لان 10 خلاص. وابدا اجي اقول له تاني سويتش بورت فويس في لان 20. ده معناها ان انا كده حطيت ايه الفويس اون فيلان 20. طيب انا كده ايه البورت اكسس وده فيلان وده فيلان. هتقولي طب ازاي الكلام ده يحصل، احنا كنا عارفين ان الداتا بتيجي، لو يعني لو كان السيناريو كده ده سويتش وده البي سي، كان بيحصل ايه ان البي سي بيبعت الداتا ان تاج، والسويتش لما يجي يلاقي الداتا ان تاج ده عنده بيحط عليه فيلان، البي سي ما بيبعتش الترافيك تاج، وبالتالي كان بيحط له فيلان هنا. هنا بقى حاليا البي سي هيبعت داتا وهتخش الفون وهتخرج من الفون، والفون نفسه هيبعت داتا، ازاي السويتش هيفرق ما بينهم؟ ثرو سي دي بي نيبل خلاص. الفون ده لو سيسكو يبقى بيرن سيسكو ديسكفري بروتوكول، والسويتش ده هيديتكت ان الكونكتد بي سي دي اللي هيكونكتد بيه ده سيسكو فون، فهيروح يقول له ايه؟ هيبعت له يقول له الفيلان تاج بتاعه، يبقى اي داتا اي فويس فريمز الفون هيكريتها او يعملها جنريت هتخرج عليها الاي دي بتاع مين؟ بتاع الفويس خلاص. بالكوماندز اللي انا كتبتها دي كده هيخرج عليها فيلان 20. الداتا بتاعت البي سي حط عليها فيلان كام؟ 10 خلاص. يبقى الراجل ده ولا ايه ده يعمل ايه؟ الداتا كده. طيب ده نوت ريكومند ان استخدم الاوبشن ده.
اي كان هنقول له اوبشن 02 ان انا يبقى عندي الموضوع ده كده، اقول له انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0. الانترفيس ده هيبقى ترانك سويتش بورت مود ترانك، خلاص بكده الانترفيس اصبح ايه؟ ترانك. ونقول له سويتش بورت فويس في لان عادي خالص اهو كده، سويتش بورت فويس في لان، نحط دي كده اصبح ايه؟ عنده فويس في لان، فويس في لان 20. سويتش نفس القصه هيديتكت الراجل ده بالسي دي بي، يقول له ايه؟ ابعت الديتا عليها في لان 20. طب بالنسبه للديتا هقول له سويتش، سويتش بورت اكسس في لان كام؟ 10. ده معناه برضو ان الديتا في لان 10، تمام. طب هتقولي هو هيحطها ازاي؟ ما هو البي سي هيبعت الداتا انتاجد، الفون هيبعتها لي هنا انتاجد، خلاص. بس لازم ساعتها هنا اجي بقى او عامل ايه الكوماند ده يتبدل، لان كده ملوش لازمه عندي، يعمل ايه؟ تبقى سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 10، خلاص. ده معناها كده ان الداتا ايه؟ من فيلان 10. وصلت كده؟ مش النيتف فيلان دي كانت عباره عن ان الترافيك اللي يجي لي انتاجد احط عليه الفيلان دي، خلاص اوكي. يبقى كده اهوت الترافيك هيجي بتاع البي سي خرج من هنا، سوري، الترافيك بتاع البي سي خارج اهوت الريد انتاجد، الفون هيعديه انتاجد، هيدخل للسويتش هنا انتاجد، والانترفيس ترانك لما يجي لي على ترانك انتاجد يبقى انا احط ايه؟ النيتف فيلان، يبقى هو كده فعلا دخل الفيلان بتاعته. طيب يبقى انا كده ايه؟ ده الاوبشن الثاني بتاعي، اقدر استخدم اوبشن 3 اوبشن 03 ان انا اقول له انترفيس ايثرنت او اللي هو فاست ايثرنت 0 على 0، ونبدا اقول له ان الانترفيس بتاعك هيبقى سويتش بورت، سويتش بورت مود اكسس. يبقى الانترفيس بتاعي بالنسبه لي اكسس، محتار اعمله اكسس او ترانك، لان هنا هستخدم حاجه اسمها دوت 1 بي، خلاص. ده سبيشال هيدر خاص بال 802.1 كيو، بيحط جواه برايورتي او كلاس 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 اوف سيرفيس فاليو، تمام. دوت 1 بي دوت سبيشال هيدر، هنعمل ايه؟ هيبقى الانترفيس بتاعي اكسس عادي، خلاص سويتش بورت مود اكسس. بس بص كده هحط عليه هيدر دوت 1 كيو برضه، بس سبيشال هيدر، هقول له كده سويتش بورت، سويتش بورت اهوت فويس فيلان، الفويس فيلان بتاعتك وليكن مثلا احنا عايزينها الفويس فيلان كده كام؟ 20، مظبوط. طيب وفي نفس الوقت اقول له بقى بدل ما اقول له 20 كده اقول له ايه؟ دوت 1 بي، انا مش عايز 20، انا مش عايز اعمل الفويس حاجه او انا اسبريت الدنيا ببعض، لا. هو انا في السيناريو اوبشن 3 احنا اخدنا فيه اوبشن ازاي نفصل الفويس والايه؟ والديتا، صح؟ هنا في اوبشن 3 و4 هنجمع الاثنين ببعض، خلاص؟ فهنا انا هجمعهم ببعض ازاي؟ ومحتاج برضو ان انا لما عاوز اعمل كلاسيفيكيشن من وجهه نظر كواليتي اوف سيرفيس افصلهم عن بعض ثرو دوت 1 بي. من المفترض انك تكون عارف نفس سي ام بي، فانا بحاول انزل بالليفل لحد اللي هو الراجل اللي مش عارفها خالص. دوت 1 بي عباره عن هيدر بيتحط ازاي؟ نشرحها على الرسم. البي سي هيبعت الترافيك بتاعه اون تاج، خلاص؟ يدخل السويتش. الفون هنا هيجنريت برضو الترافيك بتاعه اون تاج برضو، يعني الاثنين هيجنريتوا ترافيك ايه؟ اون تاج. بس هنا الترافيك هياخد فيلان اي دي جديد اسمه زيرو، يبقى هياخد ايه؟ فيلان اي دي زيرو، ماشي. بس هيحط بقى في الهيدر اللي هو الدوت 1 بي الجديد ده كلاس اوف سيرفيس فاليو كواليتي اوف سيرفيس للديتا بتاعته اللي هي جنريتد من الفون، هيحط 5، خلاص. طب والبي سي؟ البي سي باي ديفولت بيطلعها بزيرو فهيبعتها زيرو. لو البي سي طالع بخمسة او بستة او بسبعة او واحد او اي فاليو هيتعمل لها ريرايت ويبعتها بايه؟ بصفر. ما لم ان انا اجي على السويتش هنا واقول له الكواليتي اوف سيرفيس اللي تعمل لها ريبليس بيه، يعني اي كان اقول له كلاس كلاس اوف سيرفيس بالنسبه للديتا تعمل لها ريبليس، لو هي جايه باي فاليو تحولها لثلاثه، خلاص. في الحاله دي هيبعتها لي ثلاثه، وهنا اقدر اعمل كلاسيفيكيشن على الانجريس بورت بناء على الكلاس اوف سيرفيس، واحد بخمسه والثاني ثلاثه، فقدرت برضه ادفرنشيت ما بينهم. انما في الاخير الفويس والديتا ماشيين في فيلان واحده وهي فيلان 0، ده في حاله الدوت 1 بي. اخر سيناريو اللي هو اوبشن 4، دي الكونفجريشن بتاعت اوبشن 3. اوبشن 4 انك تحط الانترفيس اكسس
فويس ودي لان كلهم في دي لان واحده كده الترافيك كله هيبقى ايه في نفس الدي لان وهيبقى الكونفيجريشن بالمنظر ده. اوبشن 4 هيكون اقول له انترفيس بس دي هنا 0 على 0 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 10 كده كل الداتا اللي هتخش على الانترفيس ده سواء كانت من الفون او من البي سي هتخش في لان 10 وتكمل طريقها على النتورك في لان 10. يبقى دي كلها الكونفيجريشن اللي انا محتاجها. لو جينا نبص على التاسك بتاعنا هنا بيقول لي كونفيجر بورت 2 0 على 2 و4 و6 سويتش 1 والبي كونكتد لاي بي فون ان نير فيوتشر. اوكي عرفنا خلاص ان هم هيركبوا على اي بي فون. 0 على 2 عايز يكريت كل اوبشن بقى الكونفيجريشن ديت لكل اوبشن 0 على 2 اكسس في لان 146 والفويس كام 600. يبقى 0 على 2 ده خلاص احنا عرفنا سويتش بورت مود اكسس وسويتش بورت اكسس في لان كام فويس. يعني حط فويس يعني هتختار الاوبشن ده يمكن انك تختار اوبشن واحد هيشتغل معاك واوبشن اثنين هيشتغل معاك. يبقى لو عملتها اوبشن اثنين هعمل النيتف في لان هو كده. يبقى الداتا هي هتعمل النيتف في لان 146 وسويتش بورت فويس في لان دي هتكون كام 600. خلاص انيبل سبانينج تري بورت فاست خلاص يعني سبانينج تري بورت فاست على الانترفيس وسي دي بي انيبل. اوكي طلب بعد كده ان 0 على 4 عملت فرانك لينك. اوكي هنكونفيجر سويتش واحد ان اونلي في لان 146 اوكي دي الاو دي لان ليست خلاص يعني على سويتش واحد تكونفيجر الاو دي لان ليست 146 و600 على البورت ده بحيث ان البي بي دي يو كمان لو في بي بي دي يوز ريسيفد على البورت او فلترد اوت. فلتر اوت يعني استخدم بي بي دي يو فلتر ويس وزات انترفيس يرن سبانينج تري بورت فاست سبانينج تري بورت فاست. خلاص احنا كده عملنا سويتش واحد مفيش مشكله ماشي. في لان 146 نيتف في لان على بورت وزات في لان 600 انترفيس از ا فويس في لان واي سي دي بي. خلاص احنا عملنا الكلام ده فوق ان احنا نكونفيجر في لان 146. هنكونفيجر بورت ايثرنت 0 على 6 اكسس في لان اساينمنت 146 والفي لان الداتا فور فويس في لان فريم تو بي يوز 1 بي تاجنج. يبقى انا اقدر اجي هنا كده تقدر تستخدم كومباينيشن من سويتش 3 تقدر تقول له ايه فويس في لان دوت 1 بي واقدر اقول له سويتش بورت اكسس في لان كام اللي هو عايزها. هو طلب ان هي تكون في لان 1 4 6 يبقى انا كده قدرت ايه استخدم الداتا بتاعتي كومباينيشن من الدوت ويب دوت 1 بي وال 146 تمام. يبقى كده الداتا لما تيجي تاخد في لان 146 وهي خدت. يبقى دي الكونفجريشن اللي انت تقدر تستخدمها وعرفنا الاوبشنز كل اوبشن في الكونفجريشن بتاعك. جزء كواليتي اوف سيرفيس عشان جزء التراست ان انت عشان ما يعني ما فيش حد يجي من ورا الانترفيس يعمل التراست للداتا بتاعته وياخد هاي بريوريتي. قال لي انيبل مالتي لير سويتش كواليتي اوف سيرفيس. اوكي الكونفجريشن تبقى بالمنظر ده لو عايزين نعملها في الكونفجريشن مود. يعني لو جينا قلنا سويتش واحد كونفج كده صح ام ال اس كواليتي اوف سيرفيس خلاص ده انيبل جلوبال كونفجريشن على سويتش واحد بيقول لي تراست الكواليتي اوف سيرفيس كلاس اوف سيرفيس تريند ريسيفد فروم اون بورتس كونكتد تو اي بي فون. انا هتراست الكلاس اوف سيرفيس فاليوز اللي هي كواليتي اوف سيرفيس فاليو على الهيدر. طبعا كلاس اوف سيرفيس يعني لير 2 تايب اوف سيرفيس و دي اس بي لير 3 اللي جاي على الاي بي فون يعني. بس this trust should not should only occur if the Cisco IP phone is present. يعني التراست ديت مش حاصل في اي حد لما يكون في سيسكو فون. طبعا بحددها في كوماند التراست اي ثينك لو احنا عملناها حتى انت مش عايز تقول ولا انت بس دي كونكت واحد على واحد الكوماند تاج بيبقى ام ال اس مفيش ام ال اس اي ثينك ان هو مش سبورت لي ام ال اس ام ال اس كنت جربته قبل كده مش عارف هو سبورت ولا لا. ام ال اس كواليتي اوف سيرفيس تراست ديفايس حتى الكوماند ده موجود اي ثينك في الباكيت تريسر تراست ديفايس سيسكو فون. يبقى انا كده هصف امتى لما يكون النيبر بتاعي اللي انا هكتشفه بالسي دي بي سيسكو فون. اوكي ذاتس ات ده الكوماند طبعا مش سبورتد. طلب مني بعد كده switch 1 should enforce class of service value 1 to any appliance connected to second port. يعني على ذلك على رسمه انه عايز البي سي ده الداتا بتاعته switch enforce عليه class of service بدل 3 يحط كام 1. ده اسمه extend the class of service command extend command اسمه switch port I think switch port مش موجود switch port priority
فيش برايورتي هنا، برايورتي برايورتي ايه برايورتي اكستند كلاس اوف سيرفيس، تحط الفاليو بتاعك خلاص، ده الكوماند بتاعك اللي هتستخدمه لو انت هتعمل اكستند. هو ده فعلا الكوماند اي ريمبر تمام، اي ثينك تقريبا 90% هو الكوماند صح. اوكي ارجع مره ثانيه، يبقى ده كده ان انا استخدم كلاس اوف سيرفيس اكستنشن. اي ثينك ان جي ان اس بي سبورتس انترفيس سيشنات واحد على واحد ان ال اس كواليتي اوف سيرفيس تراست. اوكي مش ما فيش تراست سيسكو فون، اي كان تراست فاليوز معينه. اوكي مش سبورت برضه كلها. طيب اخر تاسك عندنا في الفيديو ده سمارت بوت مايكروز، ان انت بتستخدم ماكرو، يعني عارفين احنا في ماكروز استخدمناها اوريدي اساسا، يعني في كوماند اللي هو سويتش بوت هولد كان بينيبل بوت فاست ويعمل شويه حاجات. عندك برضو كوماند تاني مايكرو اللي هو سبانينج تري دي لان كذا روت برايمري كان بيروح يغير البرايورتي. يبقى انا ممكن استخدم ماكرو كوماند يعني يقدر يعمل وراه اكتر من كوماند، يعني بيقول لي كونفجر ماكرو سميه اي ماكرو اي اسم، يعني بحيث ان انا لما ابلاي الاسم الجديد ده ينفورس شويه حاجات، يابلاي الفي لان يعمل سويتش بورت مود اكسس ويحط اكسس في لان ويفلتر سبانينج تو بي بي دي اللي هو بي بي دي فلتر. يعني اي ثينك ان هو الراجل ده بيعمله برضه. كان في كوماند اسمه مايكرو، لا ماكرو. طب خلينا نشوفه على الجينس exit ماكرو بالظبط، في ماكرو هسميه النيم بتاعه ولكن هسمي الماكرو ده هسميه معاذ. اوكي خلاص قال لك حط الكوماند لما انت عايز، لما تحط معاذ بقى ايه الكوماندات؟ سويتش بورت انتر، سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس في لان 10، سبانينج تري بي بي دي يو فلتر، او سبانينج خلينا نقول سويتش بورت سبانينج تري بورت فاست. اوكي اخلص الكوماندات ديت شيفت واد انتر خلاص. يبقى انا قريت ماكرو اسمه معاذ. لو عايز تشوف كده شو بارزر بارزر ماكرو. اوكي في اي ثينك هيبقى في عندك شويه ماكروز اوريدي، تلاقي الماكرو اللي انت قريته الاخير ماكرو اسمه معاذ، دي الكوماندز اللي ممكن اطبقها لو عايز ابلاي الكلام ده على انترفيس او انترفيس بس واحد ابلاي ماكرو ماكرو ابلاي معاكس انتر طبق ايقونه عندي شو ران انترفيس فازلي سنه واحد على واحد، الاقي الكوماندز اللي انا كتبتها ايه اوريدي موجوده سويتش بورت اكسس، هو طبعا انترفيس سويتش بورت مش موجوده عندي، سويتش بورت اكسس في لان وبورت فاست طبقها موجوده عندي. اوكي انا كده بالنسبه لي لو تو شو انترفيس فاست دي سميت واحد على واحد سويتش بورت سويتش بورت زي ان الانترفيس ستاتيك اكسس بقى في لان 10 اهوت اكسس في لان 10. اوكي هو ده زي ايه كوماند ماكرو، هو ده اللي كان بيتكلم عنه في التاسك بتاعه. طيب لحد هنا هنوقف الفيديو دوت، نبدا نكمل فيتشرز في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.